بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هناخد شرح المحاضرتين بتوع ماده التحليل الاقتصادي الكلي. هنبتدي فيهم مع التوازن الكلي، وده اللي بيتم استنتاجه عن طريق القطاع الحقيقي والقطاع النقدي. وهنبتدي مع القطاع الحقيقي ونقول استنتاج المنحنى د ر القطاع الحقيقي، حيث ان الادخار يساوي حجم الاستثمار. اما نيجي نبص للرسمة اللي خدناها في المحاضرة، عايزين نعرف ايه العلاقة بين سعر الفايدة والاستثمار والادخار والدخل. لما اكون بتكلم في السوق او بكون بتكلم في قطاع الاستثمار، فانا بتكلم عن قطاع رجال الاعمال. قطاع رجال الاعمال بيعتمد بشكل كبير على حجم القروض اللي بياخدوها من البنوك. طيب في الحالة دي حجم الاستثمار بيزيد او بيقل على حسب سعر الفايدة اللي بياخدوها من البنك. طيب لما نيجي في الرسمة الاولانية ويكون سعر الفايدة جوه البنك فيه واحد، وليكن مثلا 16%، سعر الفايدة ده مرتفع فيخلي المستثمر ما يقدرش ياخد قروض كبيرة من البنك، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيقلل نسبة القروض. المستثمر عاوز يفتح مشروع، عنده فلوس خاصة بيه، هياخد منها جزء وهيكمل بالقروض اللي بياخدها من البنك. لما راح البنك لقى ان سعر الفايدة مرتفع، فده ادى لايه؟ سعر الفايدة مرتفع عند فيه واحد، ادى لانخفاض الاستثمار عند ره واحد. يبقى ليه واحد هنا مستوى استثمار منخفض. طيب لو سعر الفايدة ده اللي احنا ادينا له مثال 16% قل من 16% ل 8% للنقطة فيه 2، ده هيخلي ان المستثمرين او المستثمر ياخد فلوس اكتر من البنك على شكل قروض. فلما ياخد فلوس اكتر ناتج ان الفايدة قلت، فده هيخلي الاستثمار يزيد الى النقطة ره 2. يبقى لما الفايدة تنخفض حجم الاستثمار ينتقل من ره 1 الى ره 2. طيب لما تكون الفايدة مرتفعة، ده هيأثر في الرسمة التانية على ايه؟ على الادخار. طب هيأثر على الادخار ازاي؟ احنا قلنا ان رجل الاعمال معاه فلوس هياخد منها جزء. طيب هو كان عامل حسابه على سبيل المثال ان هياخد قرض وليكن 100 مليون من البنك. لما راح البنك لقى الفايدة مرتفعة فقلل حجم القرض اللي هياخده، فبالتالي الفلوس اللي هو كانت معاه وموفرها هتقل لانه هياخد منها ويكمل على قيمة المشروع او اكبر قيمة عشان يقدر يفتح بيها المشروع. فبالتالي الادخار اللي كان عنده الفلوس اللي هو كان موفرها قلت لما كان الاستثمار صغير بسبب ارتفاع الفايدة عند ريه واحد، بالتالي قل الادخار الى النقطة دال واحد. الفلوس اللي هو كان موفرها قلت لانه هياخد منها. طيب لما الفايدة ارتفعت من فيه انخفضت من فيه واحد لفيه 2، احنا قلنا انها زودت الاستثمار وحركته من النقطة ره 1 للنقطة ره 2. لما زاد الاستثمار ده معناه ان رجل الاعمال الفلوس اللي كانت معاه هيدخر منها اكتر، هياخد منها بشكل اقل، فبالتالي الادخار هيزيد، هيتحرك من النقطة دال 1 للنقطة ده الاتنين. كده ايه؟ كده الادخار بتاعه زاد لان استثماره زاد، تمام؟ فالفلوس اللي هو كان شايلها اخد منها نسبة اقل، فبالتالي وفر في الفلوس اللي معاه اكتر. طيب لما نيجي ننتقل بالكلام ده الى الرسمة رقم 3، هنلاقي ان لما الادخار انتقل من النقطة ده الواحد اللي هي النقطة القليلة الى النقطة الاكبر اللي هي دال 2، ده زود مستوى الدخل للام 1. طب زود مستوى الدخل ازاي؟ اقول لك. لما كانت الفايدة مرتفعة
خلت الاستثمار اقل، احنا متفقين على كده، فبالتالي حجم الادخار بتاعه اقل لانه اخد من الفلوس اللي معاه. لما كان حجم الادخار اقل كان واقف عند ده الواحد، لما الفايدة انخفضت حجم الاستثمار زاد، فلما حجم الاستثمار زاد زاد الادخار لان الفلوس اللي كانت معاه اخد منها جزء قليل. ده معناه ايه؟ ان لما الادخار زاد هو خد خد الفلوس اللي خدها من البنك وكمل عليها بجزء صغير من عنده وعمل المشروع بشكل كامل. لما عمل المشروع بشكل كامل ابتدى الدخل اللي يجيله اكتر، ابتدى الدخل اللي يجيله اكتر. يعني ايه الكلام ده؟ لما كان الدخل بتاعه اقل هو كان عايز مثلا 150 مليون فكان هياخد من البنك 100 مليون، فلما راح البنك لقى الفايدة عالية فبدل ما ياخد 100 مليون اخد 50 وكمل بالفلوس اللي معاه، فالفلوس اللي معاه خلت المشروع حجمه صغير، فبالتالي الدخل بتاعه بقى صغير. لكن لما اخد لما الفايدة قلت وهو اخد قروض اكبر فالاستثمار زاد، فبالتالي الادخار زاد لانه ما اخدش من الفلوس بتاعته جزء كبير وعمل المشروع بشكل كامل والمشروع اشتغل، فابتدى على حسب حجم المشروع لما كبر الدخل بتاعه زاد. يبقى الادخار لما زاد ده ادى ان المستثمر عمل المشروع بتاعه بشكل كامل فبالتالي الدخل بتاعه زاد. طيب نفهم ايه بقى من الكلام ده؟ اقول لكم نفهم منه في الرسمة الرابعة ان لما في سعر الفايدة كان زايد الدخل كان قليل. طب كان قليل ليه؟ لانه عمل مشروع صغير فبالتالي العائد اللي جاله صغير فبالتالي الدخل بتاعه قل. لما سعر الفايدة انخفض هو عمل او زادت استثماراته فبالتالي الادخار بتاعه زاد لانه ما خدش من الفلوس اللي كان شايلها، فبالتالي عمل المشروع بشكل كامل بشكل كبير، فبالتالي ادى انخفاض سعر الفايدة في فيه اتنين الى زيادة الدخل الى لام اتنين. وده اللي احنا اثبتناه او اللي احنا المفروض نثبته، ان سعر الفايدة مرتبطة بالدخل. انا كده شرحت الرسمة وعلاقة كل نقطة بالتانية. طيب انا لما اجي اشرح الرسمة دي هقول ايه؟ هقول انه عند فائدة مقدرة فيه واحد اللي هي الفايدة المرتفعة يفترض ان يكون حجم الاستثمار قدره ره واحد اللي هو الاستثمار المنخفض. تمام. لما اروح للرسمة التانية يقابل حجم الاستثمار حجم الادخار قدره د واحد. لما الفايدة زادت الاستثمار قل فالادخار قل الى النقطة د واحد، ويقابل هذا الادخار مستوى دخل اقل لانه عمل مشروع صغير فبالتالي العائد اللي جاله اقل. تمام. يبقى ده ليه علاقة بايه؟ احنا بنتكلم في الرسمة التانية. طيب هنا احنا بنتكلم ايه؟ يكون اول تقاطع للمنحنى ده ر. طيب يبقى انا النهاردة بقول ايه؟ اما الفايدة قلت الادخار قل، يبقى الفايدة قلت عند فيه الفايدة فيه واحد خلت الاستثمار ر واحد يقابله حجم ادخار د واحد. تمام. ويقابله حجم دخل لام واحد. طيب في حالة انخفاض سعر الفايدة، سعر الفايدة هنا من فيه واحد انخفض لفيه اتنين، بالنسبة للمستثمر يعتبر شكل من اشكال التكلفة وبالتالي يحدث زيادة في الاستثمار من ره واحد لره اتنين. يبقى انا الفايدة عندي لما انخفضت من فيه واحد لفيه اتنين قل زاد الاستثمار من ره واحد لره اتنين، يقابل ذلك ارتفاع في مستوى الادخار من دال واحد لدال اتنين. دال واحد كان الادخار منخفض وبعدين زاد الى دال اتنين، ده اللي موجود في الرسمة التانية. يقابل ذلك ارتفاع في مستوى الدخل من لام
واحد الى لام اتنين، يبقى احنا كده بنقول الدخل زاد من لام واحد الى لام اتنين في الرسمة رقم تلاتة، تمام؟ ويقابله ان فيه اتنين، ده انا بتكلم بقى هنا على ايه؟ على الرسمة الرابعة، ان فيه اتنين لما انخفض سعر الفايدة لفيه اتنين زاد الدخل الى لام اتنين، نحصل على تقاطع. يبقى احنا جه حصلنا على النقطة التانية بتاعت دال ر. طيب انا كده هستنتج ايه بقى من الرسم؟ ان العلاقة عكسية بين سعر الفايدة والدخل، سعر الفايدة يزيد الدخل يقل، سعر الفايدة يقل الدخل يزيد. ننتقل منه للمحاضرة التانية وهي النموذج الكلاسيكي في التوظف الكامل، وبرضو بنتكلم في نفس جزئية قطاع نقدي قطاع حقيقي. القطاع النقدي هنا يشمل الأجر النقدي والنقود والأسعار، القطاع الحقيقي يشمل دالة الإنتاج وسوق العمل. الأجر النقدي النقدي هي كمية النقود التي يحصل عليها العامل مقابل أداء معين. الأجر الحقيقي كمية السلع والخدمات التي نستطيع شرائها مقابل الأجر النقدي. يبقى الأجر الحقيقي كمية السلع والخدمات اللي احنا نقدر نشتريها مقابل الأجر النقدي اللي احنا ايه أخدناه. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الأجر الحقيقي بيساوي الأجر النقدي على الأسعار، اللي هو ايه؟ القانون دال تساوي ر على ث، الأجر النقدي على الأسعار. طيب التوظف الكامل هو تساوي طلب العمال مع عرض العمال. يعني ايه؟ ان كل عامل لديه الرغبة في العمل ولديه القدرة على العمل ويبحث عن وظيفة يجد وظيفة، تمام؟ يبقى معنى الكلام ده ان سوق العمل عبارة عن ايه؟ عبارة عن طلب من جانب المنتج او من جانب المستثمر يقابله عرض العمال، تمام؟ طيب لو احنا جينا بصينا على الرسمة التانية، هنبتدي بالرسمة الاولانية دي ونقول ايه؟ ان عرض العمال عندما يتطابق او يتقابل مع الطلب على العمال من جانب المستثمرين، يبقى في الحالة دي بيحصل التوظف الكامل. لو كانت الكمية دي قد الكمية دي بيحصل التوظف الكامل. عين صفر معناها هنا ايه؟ معناها التوظف الكامل، كل العمال موظفين. وده بيخلي ده بيتقابل هنا عند النقطة كام؟ دال صفر. بيتقابل عند النقطة دال. طيب النقطة دال هنا معناها ايه؟ معناها ان الاجر الحقيقي يساوي ايه؟ الاجر النقدي على الاسعار. يبقى زي ما قلنا لما بيتقابل العرض بتاع العمال مع الطلب على العمال من جانب المستثمرين بيحصل التوظف الكامل عند النقطة دال. فبالتالي بيتحقق القانون دال اللي هو الأجر الحقيقي يساوي الأجر النقدي على الأسعار. ده يوصلنا للرسمة التانية اللي هي الإنتاج وعلاقته بعدد العمال. الإنتاج وعدد العمال في زيادة في زيادة الاثنين مع بعض، ده بيزيد وده بيزيد. عدد العمال لما يزيد الإنتاج يزيد، بس مش بنفس القيمة، مش زيادة متساوية. عشان كده الرسم هنا على شكل منحنى. لو كانت الزيادة بشكل ثابت إذن الرسمة دي لازم تكون بشكل مستقيم، لكن لأنها بشكل منحني فده معناه إن عدد العمال والإنتاج الاتنين بيزيدوا ولكن مش بنفس القيمة، مش بنفس المستوى، تمام؟ ده ينقلنا للرسمة الثالثة والأسعار وعلاقتها بالنقود. الأسعار وعلاقتها بالنقود إن احنا نقدر نديها مثال، مثلا العلاوة اللي كان بياخدها الموظفين في شهر 7 من كل سنة. العلاوة بتزيد يعني المرتبات بتزيد،
يعني النقود بتزيد. فتلاقي الاسعار دايما بتزيد في شهر 7، اول ما التجار او المستثمرين يعرفوا ان الموظفين مرتباتهم زادت فبالتالي اسعار الحاجه تزيد. تمام؟ اذا ده بشكل متساوي في علاقه طرديه ما بين النقود والاسعار. علاقه طرديه ما بين النقود والاسعار. ده يزيد ده يزيد. الرسمة اللي في الكتاب ما فيهاش الخط الاورنج ده. طيب الدكتور في المحاضرة حط الخط ده. طب الخط ده اصلا لازمته ايه؟ الخط ده يبقى الخط ده سببه ايه؟ الدكتور رسمه في المحاضرة ولكنه مش موجود في الكتاب. سبب وجود الخط ده انه ما يحصلش تضخم. انه ما يحصلش تضخم. تضخم ناتج ان الاسعار مرتفعة جدا بس النقود ثابتة، او النقود بتزيد ولكن مش بنفس القيمة. يبقى لازم الخط ده يتحط عشان يتحافظ ان ما يبقاش فيه تضخم. نوصل من الكلام ده لايه؟ للرسمة الرابعة، الاجر النقدي وعلاقته بالاسعار. الاجر النقدي وعلاقته بالاسعار دي حالة من الزيادة الطردية. يعني ايه الاجر النقدي؟ يعني الفلوس اللي في ايدينا، الفلوس الحقيقية اللي في ايدينا الملموسة. كل ما بتزيد عند نقطة معينة بتزيد، تزيد الاسعار. عشان كده واخدة زاوية 45 درجة، معناها تساوي ما بين الزيادة في الاجر النقدي والزيادة في الاسعار. ده الشرح بتاع الرسمة التانية. طيب انا لما احب اعلق اكتب تعليق بقى على الرسمة دي هقول ايه؟ هقول واحد، يتحقق التوظف الكامل عندما يتقاطع منحنى طلب العمال طه عين مع منحنى عرض العمال عين عين. ويتحقق عند هذا الوضع مستوى الاجر الحقيقي د تساوي ر على ث. تمام؟ يبقى لما يتقاطع منحنى طلب العمال من جهة المستثمرين مع منحنى عرض العمال من جهة العمال عند نقطة معينة، في الحالة دي بيحصل التوظف الكامل وبيحقق لي مستوى الأجر الحقيقي في القانون د تساوي ر على س، أو الأجر النقدي على الأسعار. على الرسمة التانية أقول يقابل حجم العمال عين صفر مستوى الإنتاج لام صفر. ويتبين من الرسم أن العلاقة في شكل منحنى، مما يؤكد أن العلاقة بين العمال والإنتاج تكون علاقة طردية أو غير خطية. بمعنى إيه؟ أن كلما زاد عدد العمال زاد الإنتاج ولكن بنسبة أقل. يبقى الاثنين في حالة زيادة ولكن مش بنفس المستوى أو مش بنفس القيمة. ثلاثة، يتبين أن هناك علاقة طردية خطية بين كل من النقود والأسعار، ويعبر عن هذه العلاقة من خلال خط 45 درجة. الرسمة الرابعة، العلاقة بين الأسعار والأجر النقدي. تتبين من خلال الرسم أن العلاقة طردية خطية يعبر عنها بخط 45 درجة. إذن وجود الخط ال 45 درجة ده بيقول ان الزيادة هنا زيادة متساوية طردية. كده احنا شرحنا الرسمة الاولى والرسمة التانية، وازاي بنحط العلاقة ما بين كل نقطة والتانية، وايه التعليق اللي انا بحطه تحت كل رسمة منهم.